على الواتساب ميساج ديال ميساج ديال ميساج ديال إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أسعد الله مساءكم بكل خير. مباشرة من مدينة بني ملال، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل 2566 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المصابين بالفيروس إلى 423 و214 حالة في المغرب، وتم تسجيل ديال 56 حالة وفاة جديدة، بذلك ليصل عدد الوفيات إلى 7086 وفاة، رحمة الله عليهم جميعا. وسجلت يعني 2970 حالة شفاء، بذلك يرتفع يعني الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 385,895 حالة شفاء. جهة بني ملال قنيفرة سجلت 68 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منها يعني 17 حالة بإقليم بني ملال، و11 حالة بإقليم أزلال، و4 حالات بإقليم قنيفرة، و8 ديال الحالات يعني بإقليم خريبكة، و28 حالة بإقليم فقي بن صالح، مع تسجيل يعني صفر حالة وفاة والحمد لله بالجهة لليوم الثاني على التوالي. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، نحن على يعني قبل ساعات قليلة يعني على الإغلاق ديال المحلات التجارية، إذا كما تشاهدون حركة بمدينة بني ملال، من هنا من قلب المدينة شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني. إذن كما تشاهدون الآن حملة تحسيسية واسعة، يعني كما كتشوفوا الحالية الآن يعني كاين حركة كاين رواج، يعني وحنا تقريبا بقى تقريبا ساعة على تنزيل ديال القرارات الجديدة القاضية من طبيعة الحال بالإغلاق ديال المحلات التجارية والحوانت وحظر التجول. إذا كيف ما كتشوفوا اللي عنده شي بلاصة غادي لها حاليا، اللي كاين اللي غادي للدار ديالو، يعني حركة حاليا في مدينة بني ملال. إذن كاينه واحد الحركة غير مسبوقة هنا في الشوارع ديال مدينة بني ملال قبيل يعني ساعة تقريبا على التنزيل ديال القرارات الجديدة القاضية بالإغلاق ديال المحلات التجارية والأسواق الكبرى والمراكز وحظر التجوال من طبيعة الحال. إذا الكل هنا يسارع الزمن باش نمر يعني 8 ديال الليل أو 9، يعني ما يبقى حتى شي واحد هنا في وسط المدينة.
إذن كما تشاهدون الآن يعني من ملتقى طريق أو شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس هنا بالمدار. يعني كيف كتشوفوا حركة غير مسبوقة يعني قبل يعني ساعة على تنزيل ديال القرارات الجديدة للتخفيف من انتشار الوباء. إذا هذه هي المدينة يعني في هذه الساعات تقريبا يعني حركة غير مسبوقة كيف ما كتشوفوا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي ألقاكم في بث مباشر آخر وإلى اللقاء.